التنظيم جاري على قدم وساق وله قاعدة شعبية كبيرة في داخل العراق وفي خارج العراق. نعم. يعني على عجالة بقية البلدان اللي هاجرتم إليها. يعني أنا هاجرت إلى هذه البلدان ولكن نزلت طيب. بلدان أخرى أيضا. إذن يعني التواصل مستمر. متى عدتم إلى العراق؟ يعني وقت البرنامج. نعم. أنا عدت إلى العراق بعد سقوط النظام. بعد سقوط نظام صدام رجعت إلى العراق في زيارة في البداية. ثم في السنة الثانية في 2004 رجعت إلى العراق. في نهاية 2004 رجعت إلى العراق وقررت أن أبقى في العراق. طيب ماذا عملتم خلال السنوات الماضية؟ يعني إحنا من رجعنا أنا باعتبار كنت أعمل في التعليم في التدريس. نعم. من رجعت من حق الطبيعي أن أرجع إلى نفس عملي. فرجعت وراء أشهر رشحت إلى مجلس النواب في الدورة السابقة، ليست هذه إنما قبلها سنة 2006. نعم. وكان اسمي ضمن الفائزين في قائمة الائتلاف الوطني كان في وقتها. نعم. وعملت في مجلس النواب لمدة 4 سنوات، كنت عضو في لجنة التربية والتعليم ومارس الدوري اللي ينبغي أن يمارس في قضية التشريع وفي الرقابة، وقمت بأعمال حاولت أن أخدم بها الناس من خلال عملي ومن خلال إمكانياتي. طيب أستاذ، يعني بسؤال أخير، لأن كما ذكرت أنه وقت البرنامج شارف على الانتهاء، ماذا تتمنى للعراق؟ ما هي أمنيتك للعراق، للعراقيين، بعد يعني كل هذه المخاضات، بعد سقوط النظام، هذا العمل الجهادي البطولي، هذه الغربة، هذه السجون، الكفاءات، الآن ماذا تتمنى للعراق وللعراقيين؟ نحن كنا نعمل من أجل مشروع، وهذا المشروع هو إقامة الدولة العادلة، الدولة القوية، الدولة التي توفر الأمن والخدمات للناس، الدولة التي تنظر إلى أبناء شعبها نظرة متساوية لا تفرق بين أحد وآخر بسبب طائفته أو عرقه أو منطقته أو ما شابه ذلك. نحن عانينا في العهود السابقة من التمييز الطائفي والتمييز القومي. نحن نريد أن نبني عراقا جديدا، عراق قوي يحترم جيرانه ولا يسمح للآخرين أن يتدخلوا في شؤونه، عراق كما ذكرت يمارس دوره في خدمة أبناء شعبه من خلال كما ذكرت توفير الأمن والخدمات. ونحن نسعى في هذه الفترة إلى إقامة الدولة على أساس الأغلبية السياسية، لأننا شعرنا خلال هذه الفترة الماضية أن نظام المحاصصة أو نظام ما يسمى بالشراكة لم ينجح في العراق. لذلك نسعى في هذه الانتخابات إلى إقامة الأغلبية السياسية حتى يستقر العراق سياسيا، ثم بعد ذلك ينعكس ذلك على الأمن وعلى الخدمات وعلى كل شيء. إذن أشكرك جزيلا النائب السابق الأستاذ شهيد الجابري، والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين. كنت معكم في هذه الحلقة من برنامج من ذاكرة الدعاة، أنا علي السوداني. أترككم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء. الله يشكرك جزيلا أستاذ.
بحاجة الآن إلى نور المالك. العراق بحاجة إلى صوتك. معاً ننتخب دولة القانون. أقدر أفوز. وأنا أقدر أفوز. وأنا أقدر أفوز. أني أقدر أفوز. وأني أقدر أفوز. أني أقدر أفوز. معاً. 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 معاً نقدر نفوز. المهندس حمد ياسر الموسوي مرشح ائتلاف دولة القانون لمحافظة بغداد. رقم القائمة 277. التسلسل 122. الاقتراع 2014 من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، ولن يسمح للناخب بالتصويت بعد هذا التوقيت لأن جهاز التحقق الإلكتروني في محطات الاقتراع مبرمج لغاية الساعة 6 مساء. صوتك اليوم مستقبلك غدا. تدعو مفوضية الانتخابات الناخبين النازحين من محافظة الأنبار بسبب الأوضاع الأمنية إلى التصويت لمحافظتهم يوم 30 من نيسان عام 2014 في مراكز اقتراع خاصة في المحافظات النازحين إليها، مستصحبين معهم وثائقهم الثبوتية مع نسخة من البطاقة التموينية أو رقمها دون الحاجة إلى البطاقة الإلكترونية. أينما تكون صوتك مضمون. صوتك اليوم مستقبلك غدا. آلية التحقق الإلكتروني: على الناخب تقديم بطاقته الإلكترونية ووثيقة إثبات الشخصية لموظف المفوضية، ويقوم الموظف بإدخال البطاقة في جهاز التحقق الإلكتروني الذي يقوم بقراءة البيانات الواردة فيها بعد أخذ بصمة إبهام الناخب اليسرى، ومن ثم إجراء المسح الضوئي للرقم السري لورقة الاقتراع. صوتك اليوم مستقبلك غدا. شنو المطلوب من الناخب بيوم الاقتراع؟ بطاقة الناخب الإلكترونية وياها وثيقة تعريفية، الجنسية أو شهادة الجنسية، جواز السفر أو إجازة السوق أو هوية المتقاعدين. وشلون الناخب راح يصوت بورقة الاقتراع؟ يمين الورقة أسماء الكيانات السياسية، ولي جوه أسماء المكونات، على اليسرى أرقام المرشحين. يعني إذا تريد الصوت بس للكيان خلي إشارة بالمربع اللي قدام اسم الكيان، واللي تريد الصوت للمرشح خلي إشارة أمام رقم المرشح وإشارة ثانية أمام الكيان اللي ينتمي له هذا المرشح. صوتك اليوم مستقبلك غدا. يد تريد الخراب ويد تبني الوطن، يد تقلع الحاضر ويد تزرع المستقبل، يد تريد لنا الجهل ويد تمنحنا العلم، يد لا تعرف العيش إلا في الظلام، ويد تنير لنا الدرب، فأي يد تختار؟ العراق بحاجة إلى صوتك. معا ننتخب دولة القانون. شعارنا معا ولن نتخلى عن هذا الشعار، ولكن معا ليست في الصورة والشكل والمنظر، إنما معا في البرنامج، معا في الموقف، معا في تحمل المسؤولية، معا لوحدة العراق، معا لرفض الطائفية، معا لقوة الدولة، معا لدولة قوية لا يتدخل بشؤونها الآخر، معا لضرب الميليشيات والعصابات التي تضرب كرامة العراق وتسفك الدماء.
بحاجة إلى صوتك، معا ننتخب دولة القانون. السلام عليكم. بعد عقد من التغيير والإطاحة بالحكم الشمولي المباد بان عام 2003، بزغت شمس العراق الجديد وبدأت معه سواعد أبنائه لتضع الكتف مقابل الكتف الأخرى. هذا هو حال العراق الجديد، فمعا انطلق العراق الجديد، ومعا نبدأ حلقة جديدة من برنامج العراق ينتخب. يسعدني أن أستضيف معي المرشح عن ائتلاف دولة القانون الست نوال صادق العرجي عن قائمة ائتلاف دولة القانون 277 تسلسل 40 عن بغداد. أهلا بك. أهلا بك. قبل الخوض في غمار الحديث عن برنامجك الانتخابي، ما هي ملامح العراق بعد الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ملامح العراق بعد الانتخابات باعتبار خضنا المرحلة السابقة لانتخابات مجالس المحافظات وتطبيق قانون سانتيليغو اللي أتاح الفرصة إلى الكتل الصغيرة بأن تشارك في يعني في مجالس المحافظات المرحلة القادمة على مجلس النواب. بالتأكيد أيضا هذا القانون سيتيح الفرصة للكتل الصغيرة أن تشارك في مجلس النواب. على هذا الأثر راح يكون لها الدور الفاعل في التحالفات التي ستتكون بعد الانتخابات واللي ستنتج عنها تشكيل حكومة. يعني الفترة المقبلة اللي بدت الناس تتوجه نحو تشكيل حكومة الأغلبية. حكومة الأغلبية راح تكون هي مسؤولة أمام الجماهير بتنفيذ برنامجها الانتخابي وتقديم الخدمات، وعلى الأقل يعني يعبر العراق إلى مرحلة أخرى، مرحلة التطور، مرحلة الإصلاح، الإصلاح بكافة، إصلاح اقتصادي، إصلاح مالي، إصلاح تعليمي، إصلاح صحي إلى آخره. هذا الأمر أيضا راح تتشكل مقابل حكومة الأغلبية. طبعا ما معقولة كل يعني المشاركين في مجلس النواب راح يكونون الحكومة، راح تكون فرقتين أو يعني فئتين، فرقة حكومة الأغلبية وتحالف حكومة الأغلبية وتحالف الآخر تحالف المعارضة اللي شكل حكومة الظل واللي هي متبعة في كل دول العالم خاصة دول العالم المتقدم. حكومة الظل اللي راح يكون على عاتقها مراقبة أداء الحكومة وتقييمها وأيضا وضع يعني الإشارة حول الإخفاقات وبالتالي إيجاد الحلول لحل هذه الإخفاقات أو المشاكل. هل تعتقدين أن لدينا ثقافة الحكومة الظل، حكومة المعارضة؟ لا سيما الكل اليوم يشارك في الحكومة والكل يعني يقول نحن مشاركين، نحن مع الحكومة، لكن من الخلف يطعن الحكومة ويطعن الآليات التي تسير عليها الحكومة. أخي الفاضل، إحنا خلال العشر سنوات الماضية الحكومات يعني مشاركة هذا اللي إلى وزارتين، ذاك اللي إلى أربعة، ذاك اللي إلى عشرة إلى آخره، ولكن حكومة الشراكة الوطنية شنو اللي قبضنا من عندها؟ اللي قبضنا من عندها أي إخفاق من الإخفاقات يعني يتوجه اللوم على الحكومة وكأنه الحكومة من كتلة واحدة وكأنه حكومة أغلبية. الكل يتنصل من الأخطاء اللي ترتكبها الحكومة المتمثلة بوزرائها. هذه كانت الموجود الكل أشارت له، والكل يعني حقيقة ملت من حكومة الشراكة الوطنية لأنه هي واقعها هي حكومة محاصصة، يعني هذا شنو اللي إلك وشنو اللي عليك، وبالتالي في حالة الإخفاق الكل إكيل التهم على
الحكومة وكأنه هي حكومة أغلبية. طبعا بدأ الشارع نفسه يطالب بحكومة الأغلبية حتى يكون يعني يقدر يقاضي ويسأل يسائل الحكومة في حالة أي إخفاق وفي حالة أي انحراف عن البرنامج الانتخابي اللي تقدمه الحكومة. نعم، يعني اليوم الناخب العراقي أمام مفصل، أمام إما أن يتجه إلى حكومة أغلبية أو هناك سيحدث تعويق للمشروعات أنجزتها الحكومة على مدى 8 سنوات ماضية. برأيك هل يستطيع الناخب الوقوف مع الكتل التي تطلع ببرامج كبيرة كائتلاف دولة القانون، برامج سياسية، برامج اقتصادية، هل يستطيع الوقوف والزحف نحو الانتخابات في خضم هذه العشوائيات من البرامج الانتخابية التي تملأ الشوارع والتي بعضها باتت حبرا على ورق؟ يعني خلي أقول لك، يعني من خلال الاستقراء للشارع الناس بدأت تعي كثيرا. يعني حكومة الشراكة هي ما يعني تنتج الكثير، وإنما حكومة الأغلبية هي المعول عليها. هذه الحكومة مين تجي حكومة الأغلبية بالوقت اللي الناخ لي من إلى كتل رصينة إلها برامج واضحة بحيث الناخب يعني خلينا نقول قطف ثمارها، وإن كانت يعني الفترة الماضية بها يعني فد نوع من خلينا نقول يعني الضبابية. الناخب يعني المواطن العراقي ترى مواطن ذكي جدا، يعني شخص الخلل. وطبعا أيضا بدت المرجعية الرشيدة يعني المنابر بدت تركز على هذا الأمر، منظمات مجتمع مدني كلها بدت تركز على هذا الأمر وبدت تثقف عليها. طبعا هذه يعني هاي العملية التثقيفية يعني بدت يعني تأخذ مداها عند الناخب. والآن يعني قبل فترة الانتخابات الحالية، يمكن قبل فد أشهر، كان أكو عزوف، ولكن بالدور اللي أخذته اللي أخذوه الخيرين من أبناء البلد، لا بدأ يعني أكو فد نوع من الرغبة الجامحة للتغيير، والتغيير ما يصير إلا من خلال ذهاب الناخب إلى صناديق الاقتراع. قبال هذه الإرادة على التغيير والإقبال حول صناديق الاقتراع، هناك نوع من الضبابية أمام الناخب. أين دوركم كمرشحين لمسح غبار هذه الضبابية في خضم هذه البرامج الانتخابية؟ خلي أقول لك أستاذ الفاضل، كمرشحين يعني يفترض كل مرشح عنده برنامج انتخابي من خلاله هو شخصه أو من خلال الكتلة اللي ينتمي لها. البرنامج الانتخابي يطرحه على الناس، وهذا البرنامج يجب أن يكون بتماس مباشر مع حاجة المواطن نفسه. يعني حاجة المواطن، مواطن العراقي مواطن قنوع يقنع بالقليل، لكن هذا لا يعني أنه الكتلة أو الكيان يعني يبدي يتبنى البرامج البسيطة وبالتالي باعتبارها مقنعة للناخب. لا، المفروض يعني يتبنى برامج أفضل ما موجود من البرامج لتحسين حالة المواطن، لتقديم الخدمات.